نشكر سمو الشيخ خالد على هاي البادرة الطيبة اللي لم الشباب فيها، والبادرة الثانية اللي هي الأهم والأسمى إدخال دول عاقة في هذه البطولة كأول مرة في مملكة البحرين في هالدورة. بيصير اكتشاف يعني، لأن البعض الفرقة وإحنا كفريق مركز شباب الجسرة أضفنا من شباب في أعمار 15 سنة ولا 14 سنة بيشاركون معنا في هالدورة، ونتمنى ننتظر لهم مستقبل باهر في هالدورة.